يا مساء الخير والسعادة على الناس الحلوة بزيادة، عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب دايما فرحانين ومبسوطين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة بسيطة وسهلة، ومكوناتها موجودة في كل بيت، ومش هنحتاج لا سمنة ولا زبدة ولا حليب ولا اي حاجة. هنعمل بنص كيلو دقيق، الكمية الحلوة اللي احنا شايفينها دي، من كحك الافران. طبعا احنا هنعمل كحك الافران المقرمش اللذيذ اللي اولادنا وكلنا بنحبه وبنروح نشتريه، فاحنا هنعمله لاولادنا في البيت، كمان هينفع معاهم يفطروا بيه جنب كوبايه شاي. بصوا حبايبي، شايفين شكل الكحك من جوه عامل ازاي؟ شايفين التسويه؟ اتمنى تجربوه وتقولوا رايكم في الكومنتات، ويا ريت اللي اول مره يشوف القناه يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف عملنا الكحك اللي معانا بالشكل ده وبالجمال ده ازاي، ونشوف المكونات اللي معانا ايه. احنا معانا بطين اتنين، ومعانا معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة، ومعلقة سمسم، ومعلقة حبة البركة، ومعلقة ينسون، ومعانا فانيليا، ونص كوباية سكر، ونص كوباية زيت. وبنفس المج اللي عايرنا بيه السكر والزيت هنعاير بالدقيق، هنعاير 3 كوبايات ونص من الدقيق. واول حاجة هنعملها حبايبي، احنا معانا رشة ملح، هنسمي الله بسم الله وهنرشها على الدقيق، وهننزل بالمكونات اللي معانا دي، طبعا بالبيكنج باودر واليانسون وحبة البركة والسمسم، هننزل بيهم على الدقيق ونقلبهم. هنخلط المكونات دي كويس مع بعضها، وبعد ما قلبنا الدقيق هننزل بالمكونات اللي معانا، الزيت والسكر والبيض والفانيليا، هننزل بيهم في الخلاط ونضربهم كويس. احنا حبايبي ضربنا المكونات، حطينا الزيت والسكر والفانيليا والبطين، ضربناهم في الخلاط بالشكل ده، وهننزل بيهم على الدقيق. وهنقلب الدقيق مع الخليط اللي نزلنا بيه، وطبعا يا حبايب العجينة ماسكة مننا شوية، محتاجة سوائل، فاحنا هنزودها حبة حليب لو متوفر عندك، مش متوفر تقدري مكان الحليب تستخدم المية، هي مش هتاخد مننا كمية كبيرة، 3 معالق مية بس كبار، يعني مش هتحط اكتر من كده، 3 معالق وكفاية. وهنعجنها، وعشان تبقوا عارفين يا حبايبي العجينة دي من النوع اللي بيلزق شوية. وده شكل العجينة حبايبي بعد ما لمت معانا، شايفين العجينة طبعا لمت وسابت معانا من الطبق خالص بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وعشان تعرف العجينة كويسة ولا لا معاكي، هي كده كده نوعها بيلزق شوية، بص لما تمسكي العجينة وتعملي فيها كده تك عليها ما تشققش منك كده، العجينة تمام. وده شكل العجينة يا حبايبي بعد ما عجناها وسبناها ارتاحت 10 دقايق. وهناخد حتة من العجينة وهنلفها على شكل رول بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعد ما لفنا الرول كده هنقطعه قطع صغيرة، وهناخد كل قطعة نفرتها بين ايدينا. وبعد ما فردناها يا حبايبي هنقفلها بالشكل ده، ونحطها في الصاج.
وهناخد واحدة كمان هنلفها بالشكل ده. وبعد ما فردناها بالشكل اللي احنا شايفينه ده هنقفلها كده. وهنحطها في الصاج يا حبايبي بعد ما قفلناها كده. وهنعمل كل الكمية اللي معانا، ناخد حتة عجينة نلفها على شكل رول وبعدين نقطعها لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. وبكده خلصنا الكمية اللي معانا وعملنا الكحك بالشكل ده. طبعا انتوا لو حابين تصغروا الدوائر تعملوها دوائر صغيرة صغروا، حابين تكبروا كبروا، يعني اللي يريحكوا اعملوا الشكل اللي يريحكوا، كبير او صغير اللي انتوا مرتاحين ليه اعملوه. احنا كده هندخل الكحك بتاعنا على رف وسط الفرن. طبعا احنا مسخنينه من قبل ما نشتغل، بتسخنوه قبلها بخمس دقايق وبعدين تدخلوه لو عندك تايمر على درجة حرارة 170. ما عندكيش تايمر بتدخليه على الرف الوسط وتسيبيه لحد ما يستوي معاكي ويتحمر وياخد لون وبعدين تطلعيه. يلا بينا ندخله الفرن. وده شكل الكحك يا حبايبي بعد ما دخل الفرن وطلع. شايفين الكحك عامل ازاي؟ شايفين السوا بتاعه؟ وكده عملنا الكحك من غير الزبدة ومن غير السمنة وطلع معانا بالشكل وبالجمال، وكمان والله طعمه جميل قوي ومقرمش. شايفين تسوية الكحك وشكل الكحك من جوه عامل ازاي؟ الكحكة هشة خالص، هتنفع مع كوباية شاي كده على الفطار. وبكده خلصت وصفتنا وعملنا احلى كحك، عملناه بالشكل بالجمال ده. اتمنى تجربوه وتقولوا رأيكم بالكومنتات، وياريت اللي اول مره يشوف القناه يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله مع وصفه جديده باذن الله.